تحية مسائية لكل مشاهدينا كالعادة في الجزائر وخارج الجزائر. نتواصل مع السادة المشاهدين وكل متابعي برنامج رأي القانون للرد على كافة الأسئلة المتعلقة بكل الهموم القانونية والقضائية وبكل التساؤلات والاستشارات القانونية طبعا، عبر الاتصال بنا على الرقم الظاهر أسفل الشاشة. معنا أول اتصال. ألو، السلام عليكم أستاذ. ألو، مساء الخير، شكون معنا الأخت؟ الزهرة. مرحبا بك، تفضلي. الله يسلمك. القضية تاعي تاع السيارة تاع الزوج اللي قلت لك كشغل 25 جويلية 2010 لقيت الكونت تاعي مبلوكي من عند ستيلان. علاش السبب؟ ومعلمونيش وش وعلاش السيارة؟ السيارة هي تاع الزوج. نعم. والزوج كشغل في جوان دار الطلاق تاعي. نعم. 2010 جوان 2010 طلق الضر بني مطلقه من عنده. لو 25 جويي روحت باش نخرج لابي تاعي لقيتها مبلوكه. واش علاقت تسمى انت هو كي خرج السياره خرجها باسمك؟ باسمه، لا باسمه، لا كارت غريز، كل الوثائق باسمه. والحساب تاعك انت واش دخلوا؟ والله ما على بالي. دروك من روحت لقيتهم مبلوكينها، من قعدت نشاشي باش نحوس شكون مبلوكي لي لابي تاعي لقيتهم ستلام. روحت طلعت عندهم الالجي. نعم. باش نفهم واش كيفاش بلوكو لي كلش. قالوا لي لا غالب نسيت زوجة تاعهم تاعه. قلت لهم لا راه عندي الطلاق. واش دخلت هو قرض باش شرا سياره؟ ما دا حتى حاجه، برك لي فيش دي بي اللي دفعتهم معاه. الان الامر مفهوم. انت علاش دفعتي معاه اللي فيش دو باي تاعك؟ كان الزوج تاعي. كان الزوج تاعك. إيه. على اساس انك انت على اساس انك ضامنه. ضامنه تاعه، خاطرش هو كان خدام وانا خدامه باش يخرج لوطو. فتحت معاه اللي فيش دو باي تاوعي، بصح السياره باسمه الوثائق كلش باسمه. تصرح حاجه كيما هذه تصرى، ولكن هما تصرفوا كيما هما مادام طلبوا كشف الراتب نتاعك اللي هو الفيش دو باي، معناتها دائما يديروا شكون صاحب القرض وشكون الضامن نتاعو. معناتها هو ما راحش يقوم بالواجبات نتاعو، اذا يروحوا للضامن. الضامن اللي هو انت. الضامن اللي هو انت، يعني الامر بسيط. ما نظنش باللي كاين هنا كاين ظلم ولا كاين. بصح استاذ اسمح لي، من بعد كاين علاش كيما نقولوا انا من تفحت لهم الطلاق كل شيء قلت لهم قالوا لي ديري محامي. نعم. مين درت المحامي عندهم في ارجي قال لي داك نشوف لك ونسير لك القضيه تاعك. لحد الان مازال بلوك تاعي مبلوكي. رفع الحجز، يطلب رفع الحجز، ولكن الامر نظن ماهوش امر صعيب هذا. بصح درت ثاني محامي عندي في البلاد، كما نقولوا احنا في البلاد اللي انا ساكنه فيها. درت المحامي قال لي لازم تجيبي الوثائق تاوعهم منا مني. قلت لهم راني مطلقه معاه، كيفاش نجيب الوثائق؟ لا انت تتصلي بالبنك، هذا البنك يعطيك الوضعيه كما يجب، وتروحي لانه عندكم نزاع البنك ماذا به يدخل دراهمه، وتتصلي بهم تشرحي الوضعيه تاعك، دير لهم كتابيا، تدفعي الوثائق كلها باللي انت كنتي ضامنه لما كان زوجك، وفيما بعد انتهت العلاقه بينك وبينه بالطلاق وهاوليك حكم الطلاق. انت الان ما بقاش علاقه. واذا درت هذه الاجراءات استاذ. نعم، درت الاجراءات هذه. ومن بعد قالوا لي داك من بعد تلقاي الكونت تاعك نورمال. لا، مادام كاين حجز عن طريق المحكمه، طبعا الحجز ما يكونش هكذا يروحوا مباشره يحجزوا، لازم يترفع الحجز عن طريق المحكمه ايضا. عن طريق المحكمه طبعا. مش كيفاش يدير الحجز؟ انت تظني البنك يروح يحجز وحده؟ ما يقدرش. الحجز يكون بناء على امر يصدر عن رئيس المحكمه تاع المقر اللي موجود فيها مكان الحجز، ثم رفع الحجز يكون بنفس الطرق، نفس الطريقة، بالحجز يكون نفس الطريقة. دروك نعاود نرجع لهم الالجي. طبعا إذا ما فيش حلول. أنت كي تحكي على قصة عندها شحال من سنة؟ هي الله يبارك 8 سنين. نعم، نظن بلي الأمر يستوجب اللجوء إلى المحكمة، ما كانش حل آخر. مباشرة المحكمة. طبعا مباشرة، بشرط أنه يكون عندك ملف باش تروح للمحكمة. تبع ما ينجاوبك. تروحي مباشرة، أنت مادام اتصلتي بالبنك وقدمتي مراسلة أو كتابة عن طريق المحامي تاعك، قدمتي ما يثبت بأنه العلاقة الزوجية لأساسها تم القرض وتم الضمان انتهت،
بقى الان انك تثبتي لهم عن طريق حكم الطلاق الذي يرفق بالملف انه طلقتي من هذا الشخص، ما دام طلقتي ما بقاش علاقه بيناتكم. اذا هو يولي مدان وحده هو المطلوب باش يدفع هذا المبلغ المقرر عليه، واغلب الظن ممكن يكون دارها عمدا، لانه من غير المعقول لو كنت انت مازالك زوجته ما نظنش كان تصرف هذا التصرف، هذا مجرد افتراض فقط. في حالة ما إذا البنك ما استجابش للطالب نتاعك، تروحي مباشرة إلى الملف الموجود عندك، الملف القاعدي طبعا تاع القرض تاع ما تبعه من الإجراءات، ثم المراسلة التي درتيها مع البنك، ثم حكم الطلاق، وتطلبي رفع الحجز على الحساب تاعك على أساس أنك غير مسؤولة بعد الطلاق عن هذه القضية. معنا اتصال آخر. ألو. ألو، مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. سيدة مصطفى ناصرة من بلدية سوكر ولاية كيرت. تفضلي، أنا نسمعوا فيك. يزيد فضلك شيخ. أستاذ، أنا استفاديت، أنا موظفة، كنت موظفة في بلدية سوكر. نعم. وسنة 2002 استفاديت من سكن وظيفي في إطار أملاك البلدية. سكن وظيفي، مرتبط بالوظيفة. مرتبط بالوظيفة. بالوظيفة وملك للبلدية. ملك للبلدية. كداخل عمال. نعم. سنة 2015 رفعت علي دعوة من أجل إخلاء السكن. علاش طلبوا رفعوا عليك دعوة باش تخلي السكن؟ السبب؟ لأنني أخذت على تقاعد. لأنه الآن ما عندكش وظيفة وما عندكش علاقة بالبلدية. بالبلدية؟ لأنني أنا الوحيدة أستاذ. وش قلتي؟ أنا الوحيدة من ضمن كل العمال. وش يرفعوا علي دعوة المحكمة. خلينا من الوحيدة. قبل ما تطرحي السؤال تاعك. هذا السكن عطاوه لك باش تخدمي. مرتبط بالوظيفه، انت الان ما عندكش وظيفه، انت وحلتي على التقاعد. انا نسالك قبل ما تساليني، هل هذا السكن حقك الان ام لا؟ الشيخ كاين هذا سكن ملك للبلديه. انا سالتك سؤال. تعليمات نص. سالتك سؤال جاوبيني فقط، هل السكن هذا حقك ام لا؟ لا مش حق. نعم تفضلي كملي كملي واصلي. الشيخ كاين تعليمه القانون المالي لسنة 2015 ينص التنازل عن أملاك الجماعات المحلية. ماهيش وجوبية، ماشي بالسيف يتنازلوا، البلدية ماهيش مرغمة باش تتنازل. بصح الشيخ أحصاوا جميع السكنات غير قدموه للتقويم. غير ملزمة، المهم واش اللي وقع صح. من بعد؟ والحكم صح، الحكم رفض الدعوة. أنت عندك عقد إيجار؟ عندي عقد إيجار، كنت ندفع كل مستلزمات اللي تشق لي من إيجار، ماء، سكن، كهرباء إلى غيره. ما يهمش، المهم من بعد؟ كنت ندفع الإيجار تاعي. من بعد وش وقع؟ المحكمة رفضت الدعوة لسقط أوانها. نعم. بعد هذا في 2015. نعم. في 2017 رفعوا لي دعوة ثانية وغيروا في الموضوع. طلبوا من المحكمة فسخ القرار، قرار ممنوح لي من السكن. نعم. طلبت البلدية من المحكمة فسخ القرار. المحكمة رفضت لعدم التأسيس. نعم. أيوة، ومن بعد هذه قلت لهم أنا أعطوني نواصل دفع الإيجار. قالوا لي راه ما زلنا في نزاع، وكانت الفترة تاع الانتخابات قريبة لل المونتا التالية، العهدة التالية. المهم أعطيني المشكلة وراهي مباشرة، خلينا من المشكلة. ضروك أنا ضروك المحكمة هي مرتين تحكم لي برا، ومؤخرا رسلوا لي قرار فسخ دون متدق عليه من طرف الوصية. المهم وش وراه المشكلة وين هي الآن؟ ضروك نطلب من سيادتكم توجهوني باش نواصل. أنا مش تواصلي مش تواصلي أنت راكي تاع الإيجار تاعي. أنت راكي في سكن وظيفي، في سكن وظيفي مرتبط مرتبط، ما تخليني من ملك للدولة أو الولاية أو ما يهمنيش أنا، مرتبط بالوظيفة، عطاوك سكن بالوظيفة، واسمه سكن وظيفي، هذا الاسم تاعو، واسمه سكن اجتماعي، ولا اسمه سكن تساهمي، ولا اسمه سكن بصيغة معينة، سكن وظيفي معناتها تخلص الوظيفة يخلص السكن. طيلة مدة العمل تاعك انت السكن هذا ما ولاش باسمك، ما تسواش الوضعية تاعو، ما تنازلوكش عليه. الآن مانيش عارف الأسباب ولا الأمور كيفاش تصير في بلدية سوكر، ولكن مادام تقولي لي حتى حابين يسترجعوا السكن تاعي وحدي، نقول لك هذا أمر يخصهم، هذا الأمر ما يخصناش، حنا نحكيو من جانب قانوني. الآن ما كانش قضية في العدالة تماما.
لا غير موجودة، لا توجد أي قضية في العدالة. القضايا الماضية العدالة فصلت فيها لصالحك، على أساس أنه أغلب الإدارات ما تعرفش تقاضي وما تعرفش إجراءات التقاضي، ودير أخطاء كبيرة في التقاضي. لذلك الإدارات تتحمل كثير من الأعباء، تتحمل كثير من الأعباء نتيجة الأخطاء اللي يديروها لما يروحوا القضاء، يا ما يعرفوش، يا يتبعوا طريق الغير سليم، طريق خاطئ في مقاضاة إدارات أخرى، ولا أشخاص ولا عمال ولا موظفين. ولكن من بعد شكون اللي يدفع؟ هي خزينة الدولة، نتيجة هذه الأخطاء ونتيجة هذا المسار الخاطئ تاع المقاضاة اللي يروحوا له. الآن أنت ما عندكش قضية أصلا، كان لازم تديري طلب تسوية الوضعية تاع السكن تاعك على أساس التنازل تطلبيه، لأنه كاين لجان بلدية ولجان دائرة ولجان معينة اللي تبث في هذه القضايا تاع التنازل الأملاك الدولة، سواء كانت أملاك بلدية أو أملاك أخرى تابعة لقطاعات أخرى. ما دام ما كانش نزاع، نظل بلي ما كانش مشكلة بينك وبينهم. إذا فيه فسخ لعقد تاع الإيجار من طرف البلدية عن طريق قرار، تقدر تطعني حتى في القرار هذا أمام المحكمة الإدارية إذا فيه قرار بالفسخ. إذا ما كانش قرار فسخ، ولا كان قرار من جانب واحد وما تبلغلكش، نظن باللي الامر ماهوش ما يحتاجش اللجوء الى القضاء الا اذا ما علمتي به ولا اذا تبلغلك، لانه فسخ القرار تاع الايجار، فسخ الايجار هو بدايه لعمليه انهاء العلاقه اللي بينك وبينهم، باش يسهلوا على انفسهم اللجوء الى القضاء وطردك من السكن الوظيفي. هذه هي نظن النظرة اللي راح يمشيوا بها في البلدية. معنا اتصال آخر، انقطعت المكالمة، نعود نرجع إلى اتصال آخر في الثواني القادمة. أيضا نقول بأنه مادام فتحنا الباب نتحدث على الإدارات، كي نقولوا الإدارات اقتصادية عمومية إدارية، بلديات ولايات، كل المؤسسات الاقتصادية التابعة للدولة، الخواص يعرفوا جيدا كيفاش يتعاملوا مع القضايا اللي تهدد مصالحهم ولا تمس بمصالح مؤسساتهم. انا اتحدث عن المؤسسات العموميه، خاصه ذات الطابع الاداري، البلديات والولايات وجهات اداريه اخرى اللي لازم يقفوا عليها كما يجب. معنا اتصال. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك الاخ. واش راكم خويا؟ لاباس الحمد لله. شكون معنا؟ انا لعبت قسم النهار على النظام تاع العقار، عيطت لهم انا جميع اخوان. شكون الاخ؟ خلينا عيط لكم، شكون انت؟ كيري سيد علي. نعم، وشو المشكله تاعك؟ المشكله تاعنا احنا عندنا الشيخ الشرع مع خاطر من 35 سنه في الشرع، اي مع النظام في الحفاظ تمو. الاب تاعك؟ الاب تاعي. مانيش سمع فيك مليح، الاب تاعك؟ الاب تاعي كيري كمان. الاب تاعك عنده سكن ورثه على جدك؟ على جدو، وجدي عنده زوج نتا. نعم. وحده هما داو الدار تاع باب الواد والاخرين، ويما بابا حنا فضلنا في الحراش 35 سنه وما يشرعوا فينا، كانت عندنا الهيبه. مانيش نسمع فيك مليح الاخ، ارفع صوتك شويه. سمع فيها مليح. نعم. قلت لك كانت الشيخ بابا عنده الهيبه. نعم. اللي شرعوا فينا في 83 عام جدي الله يرحمه. نعم. كي جاو يشرعوا في هذيك الهيبه جدي دار على يمك بابا. نعم. اللي كي مت انا هذه الدار نص ساعه نص ساعه. نعم. في الهيبه اذا مت انا قبلك نص ساعه تدي انت، ولا نص مت انت قبل انت نص ساعه. نعم. ما عليناش. بداو يشرعوا فينا سقطونا الهيبه هذيك 95. 95. الهيبه مديوره في 1953. نعم، المهم سقطت عن طريق حكم قضائي. عن طريق حكم قضائي. نعم، ومن بعد وش وقع؟ ومن بعد وقع زاد عاود كسرنا الحكم هذا، زاد خرج حكم 86. نعم. باللي باش الهبه تسمى باش. كيفاش 86؟ سقطوا لكم الهبه في 95 وصدر صدر حكم في 86. صدر حكم في 96 تاع 96. نعم. زاد شرعنا في 86 معاهم، ومن بعد هما كانوا حابين البيع، شرعنا حالهم البيع، وقالوا لهم الهبه هذيك ما تزيدش، قالوا تحبوا تروحوا تقسموا تدوا حقكم تما. اسمع فيا استاذ. نعم. ومن بعد هما ما جاوش من 2007، ما جاوش كاع، ما جاو ما بلغونا، ما كان حتى حاجه.
اعطيني الاخ، اعطيني المشكله، يعني كون نبداو نحكي من 83 الى اليوم ما راحش نلقاو حل، اعطيني مباشره في المشكل. مع الاخر هما ما سكنوش كاع معنا في الدار، هذو خياتي يسكنوا في وهران زوج بنات، جاو مره الاخرى قالوا له نجيو نبيعوا الدار بالسيف، هو ساكن في الدار، ومن بعد قالوا له بالسيف خلينا ندخلوا. اذا 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 يسالوا في الدار هذه، اذا يسالوا في الدار هذه يسالوا في الدار هما يسالوا، عطانا مش راه يسالوا طبعا يسالوا في الدار، عندهم حق يدخلوا الدار، هذا 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 ملك مشاع يسالوا فيه كلهم، كل واحد عنده حق يدخل. طيب شوف ديفينا 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 في 2007 الاخرانيه قالت لهم اما تروحوا تدوا مصوت تاخذوا تسكنوا تم ولا تدوا مليار و200. الاخ انا سالتك سالتك قلت لك هل يسالوا في الدار هذه؟ قلت لي يسالوا فيها. نعم اذا يسالوا فيها، ليس ما يكذبش على روحه، اذا يسالوا فيها عندهم حق يدخلوا للدار هذه، وعندهم الحق ايضا انهم يبيعوا يبيعوا لانه حقهم. يبيعوا لمن حبوا. يبيعوا لمن حبوا مش بالمفهوم اللي تفهمه انت. ولكن هذا هذا حقهم. خلي خلي دوك انت دوك نجاوبك، تبع معي. يعني واضح جدا ملك مشاع يتباع، اذا اختلفوا عليه يتباع بالمزاد العلني، نجيك من الاخر يعني، اذا اختلفوا الورثه حول بيع مال معين يروحوا الى المزاد العلني، يتباع عن طريق المزاد العلني، والمزاد العلني عنده اجراءاته تتم طبعا عبر المرور على القضاء وتقويم العقار من طرف خبير، هذا هو الامر. يعني اللي راه ساكن ما يحبش اللي برا يدخل، ولو انه على باله باللي يسالوا، وهذه ايضا مشكله كبيره يعيشها المجتمع الجزائري. ينتهي وقت البرنامج بالنسبة لعدد اليوم، إن شاء الله نلتقي في أعداد قادمة على مر الأيام القادمة وطيلة أيام الأسبوع، يتجدد الموعد عبر الاتصال بنا طبعا على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في العدد القادم إن شاء الله.